طيب هنرجع نتكلم برضو عن شيء مهم جدا، وانا دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم في مواضيع بلاقيها بتحصل بعد كده، وحضراتكم طبعا بتبقوا فاهمين وعارفين هذه المواضيع. اتكلمت مع حضراتكم قبل كده ان اثاره الفتن داخل النادي الاهلي، ناس كتيره جدا عايزه، او من لا يشجع النادي الاهلي عايز ايه، او مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ان هو يعمل فتنه داخل النادي الاهلي، وبالتالي دايما يقول لك ايه، اصل، وخصوصا الفتره دي، الفترة دي ابتدت تكتمل صفوف النادي الأهلي، ابتدى أحمد بلال، أحمد محمد محمود يرجع، ابتدى كريم نيدفيد يرجع، ابتدى وليد أزارو يرجع، طبعا أسماء كلها أسماء كبيرة جدا جدا وبترعب أي منافس الحقيقة، وبالتالي الكل دلوقتي ابتدى يفكر ازاي يعمل فتنة في الناس اللي موجودة دي. نقعد بقى نقول ايه، أصل اللعيبة كبرت، اللعيبة صغيرة، أصل اللعيبة مش عارف ايه، اللعيبة ما عندهاش خبرة، كلام كتير بقى من هذا القبيل وبهذا الشكل الحقيقه. لكن في النهايه دايما يا جماعه خدوا بالكم، في الفتره اللي بتلاقوا النادي الاهلي دايما بتكتمل صفوفه، هيقول لك اصل في مشاكل في كذا، اصل فلان الفلاني عمل مشكله مع فلان الفلاني التاني، علشان يتخانقوا مع بعض، علشان يعملوا ايه. النادي الاهلي في الوقت اللي كانت كل الناس بتقول، او من لا يشجع النادي الاهلي كان بيقول ايه، كانوا دايما يقولوا ايه، اصل النادي الاهلي مش هياخد الدوري السنه اللي فاتت، فالنادي الاهلي خد الدوري. قال لك بعديها ايه، طيب ماتش السوبر بقى الزمالك هيكسب الاهلي. في ناس كتيره قالت كده من بيشجعوا، ما بيشجعوش النادي الاهلي. ف ايه اللي حصل، النادي الاهلي كسب نادي الزمالك وخد بطوله السوبر. فابتدت الناس تقول لك ايه، الله، هو ايه الفريق ده، هو الفريق ده هيفضل كده على طول؟ احنا يا جماعه النادي الاهلي ده جوه كل لعيب فيه جينات الفوز، عايز يكسب دايما، احنا مش عايزين نخسر ابدا ابدا، حتى لو مباراه وديه بالمناسبه، اي حاجه عايزين، بنلعب اي مباراه عايزين نكسب اي مباراه، فالجينات دي جوانا، فاحنا عايزين نكسب على طول. انا في احد الاصدقاء اللي ما بيشجعش النادي الاهلي جه قال لي، يعني يا اخي حرام عليكم بقى، يعني سيبوا، يعني سيبوا الناس تاخد حاجه، سيبوا الناس تاخد حاجه. وبالتالي دايما هتلاقوا الفتن في التوقيت ده، التوقيت اللي بيكتمل فيه النادي الاهلي هو ده وقت الفتن اللي بتحصل من الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي. فخدوا بال حضراتكم الكلام في اتجاه ان واحد مثلا زي احمد فتحي ده، واحد افضل لعيب لعب مباراه الزمالك ولعب مباراه المباريات اللي لعبها الحقيقه قدم فيها مستوى رائع جدا، قال لك اصل احمد فتحي مش عارف متخانق ايه وعامل ايه وكذا ايه وكذا ايه وكذا ايه. اي كلام، اي كلام بيتقال. خدوا بال حضراتكم احنا هنا لما بيحصل اي حاجه بنطلع نقول لحضراتكم، حتى لو بنلمح على هذا الكلام، ولكن الحقيقه دائما هي مبتغانة. الحقيقه ايه؟ الحقيقه اللي تفيد النادي الاهلي. بالمناسبه انا شغلي هنا موجود عشان ادافع عن النادي الاهلي اذا كان هناك حاجه من المفترض ان انا اتكلم فيها، مش عشان اعمل حاجه تانية. بنتكلم مع حضراتكم، بنحاول نوصل لحضراتكم الحقيقه على قد ما نقدر، ولكن الحقيقه اللي تفيد النادي الاهلي، اللي تفيد النادي الاهلي، اللي تفيد فريق النادي الاهلي. لانه في ناس يعني في ناس بتستغل الحقيقه دي لما نطلع نتكلم فيها تستغلها بشكل مش كويس. هو ده اللي اقدر اقوله، ان تستغله او تستغل هذه الحقيقه بشكل مش كويس. عشان كده انا بقول لحضراتكم ايه؟ خدوا بالكم من الوقت ده، دايما النادي الاهلي كل ما يقترب ان هو يكتمل تلاقوا الفتن فتن 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 فتن، الناس عايزه تعمل اي حاجه علشان توقف النادي الاهلي، الناس عايزه تعمل اي حاجه علشان تخلي النادي الاهلي ما يكملش طريقه. طريقه اللي هو ايه؟ الفوز. على قد ما بنقدر لعيبه النادي الاهلي على قد ما بتقدر بتحاول ان هي تجتهد في كل حاجه علشان تكسب كل المباريات. لعبنا ثلاث مباريات مع مدير فني جديد في ثلاث بطولات. في بطوله افريقيا كسبنا الحمد لله بره ارضنا، البطوله السوبر المحلي كسبناها الحمد لله، بطوله الدوري برضو انت بتذيع دلوقتي بتذيع براحتك طبعا ماشي، الدوري بدايه الدوري مباراه سموحه كسبنا 1-0، عندنا مباراه بكره ان شاء الله، مباراه مهمه جدا، مباراه مهمه ليه؟ ما هو برضو الناس هتقعد تسال هي مهمه ليه؟ مباراه بكره مهمه عشان الراجل عايز، زي ما قلت لحضراتكم وزي ما هو قال، مش انا اللي قلت، هو اللي قال الحقيقه في المؤتمر الصحفي الاخير، لكن هو بيحب يشوف الناس كلها، لسه عايز يشوف الناس كلها. وبعدين هو بيقتنع بعينيه، بيقتنع بعينيه مش بيقتنع بالكلام، هو شايف ان اسلام كويس دلوقتي يبقى اسلام هو اللي هيلعب. هي دي طريقه الراجل، وهي دي الطريقه اللي ماشي بيها خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا لغايه لما
يبقى عنده فريق او قوام رئيسي يقدر يشتغل بيه باللي شافه بعينيه، مش اللي حد قاله له. هو دي وجهة نظره كده، او الراجل ماشي بالشكل ده بيستفيد من كل الناس، بيحاول ان هو يطبق فكره من خلال المجموعة اللي موجودة. عشان كده انا بقول لحضراتكم مهم جدا 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 ان الوقت ده تحديدا الفتن اللي بتثار على فريق النادي الاهلي، صدقوني خدوا بالكم، خدوا بالكم من الكلام اللي بيتقال، لانه كلام غير منطقي، غير منطقي. فالحقيقة كلام مهم جدا، حبيت بس ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع.